مع بعض الأشخاص اللي خيروا الانسحاب ربما لأسباب شخصية لهم، أولا لسد الفراغ وكذلك لإعطاء إضافة للمجموعة معتك سواء من ناحية الفنية ولا من ناحية الإدارية. بالنسبة للثلاث أعضاء اللي جمدوا نشاطهم، تمشي مبادرة أنه يعودوا للنشاط المعهود نتاعهم. مرحبا بهم في كل وقت، هما منتخبين، هما بالهيئة هذه الموجودة، إن شاء الله معناتها نشوفوهم في أقرب وقت في الهيئة كالعادة. صفى شي الجو مع سي وديع الجري ومع الجامعة؟ صفى باش يتصفى، ما نعرفوش، احنا ما شفنا حتى شيء بوادر بتاع التصفية، معناتها ما ظهرليش كان باش يتصفى لأنه الحقد موجود من طرف سي وديع الجري نادر الصفاقسي قديما وحاضرا ومستقبلا. التغييرات اللي صارت تنتظر منها أنه إن شاء الله نادر الصفاقسي يعود بقوة للمراهنة على اللقب؟ لا شوف، احنا كما قلنا من اول موسم احنا نحضروا في فريق المستقبل، حظنا وقدرنا الصفاقسي يلعب على الالقاب وهذا لا مفر منه، معناتها اليوم نحضروا في فريق للمستقبل ان شاء الله، معناتها اللي طالبين من اللاعبين يقوموا بمقابلات في مستوى عراقة واسم هذا الصفاقسي، مقابلات تكون مع تفرح جماهيرهم، تعرف انت النتائج هي مربوطه بعوامل خارجيه ماهيش بيدينا اللي تأثر على النتيجة وتأثر حتى على مورال الجوهرات في مقابلة ما إن شاء الله، معناتها قاعدين نخدموا بور غاني تولي ماتش، والبقية توفيق من الله ثم تتويج.